هتلاقوا الوصفة دي هي وصفات تانية كتير مكتوبة بالتفصيل على صفحتي The Bite of Delight على الفيسبوك، وبليز ما تنسوش تبصوا تحت الفيديو في صندوق الوصف أو الديسكريبشن بوكس، هتلاقوا رابط الصفحة ورابط الوصفة المكتوبة باللغة العربية. وبليز لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا. علشان نعمل حوالي 36 قطعة متوسطة الحجم من كوكيز الشوفان والزبيب والقرفة، هنحتاج 200 جرام من الزبدة في درجة حرارة الغرفة زائد معلقة كبيرة، ودول يبقوا حوالي 3 أرباع كوباية من الزبدة زائد 1 معلقة كبيرة، وهنحتاج 3 أرباع كوباية من السكر البني و 3 أرباع كوباية من السكر الأبيض، 3 كوب من الشوفان، 2 حبة بيض في درجة حرارة الغرفة، 1 معلقة صغيرة من الفانيليا، نص معلقة صغيرة من الملح، 1 معلقة صغيرة من صودا الخبز أو البيكنج سودا أو بايكربونات سوديوم، وواحد ونص معلقة صغيرة من القرفة أقل أو أكتر حسب رغبتكم، وواحد وربع كوباية من الدقيق المنخول، وواحد كوباية من الزبيب. علشان نبدأ نعمل الكوكيز بتاعتنا، عندي هنا كمية من الدقيق، هحط لها كمية من البيكنج سودا أو صودا الخبز أو بايكربونات السوديوم، وهحط كمية من الملح بالشكل ده وهقلب. لو حابين تحطوا القرفة في المرحلة دي أوكي، بس أنا مش بحب. بحب اعمل ايه بقى؟ بصوا الحركة دي، ان انا احط القرفة مع السكر الابيض الحبيبات بالشكل ده، اوبس، بالطريقة دي. مش بحب ان انا احطه مع الدقيق، عشان مع السكر بيتوزع اكتر وبيدي ريحة ونكهة اقوى بالشكل ده. اوكي، قلبته مع بعضه. ده سكر ابيض عليه قرفة زي ما شفتوا، لان احنا عندنا جزء تاني سكر بني، عشان بس ما تتلخبطوش. ده سكر ابيض عليه قرفة. اوكي، انا عندي هنا كمية من الزبدة، هبتدي اخفقهم كويس قوي عقبال ما يبقوا كريمي، ودي طبعا في درجة حرارة الغرفة زي ما انتوا شايفين. وممكن الموضوع ده يتعمل بالايد، بويسك بالايد، بس انا حابة ان انا اعمله النهاردة بالمضرب الكهربائي. اوكي، ضربتها بقت كريمي بالشكل ده. هبتدي ان انا في المرحله دي هضيف السكر البني، والسكر البني لو مش متوفر عندكم ممكن انتوا تعملوه بان انتوا بتخلطوا سكر ابيض حبيبات ناعمه مع شويه عسل اسود. تقريبا كل كوبايه عليها 1 معلقه صغيره عسل اسود، عشان تطلعوه لايت براون زي كده اللي هو البني الفاتح. دي حاجه. لو مش متوفر عندكم الاثنين ممكن تستخدموا ابيض عادي خالص، سكر ابيض عادي خالص، مش هيقول لا ابدا. وبعد كده عندي هنا كمية السكر الأبيض اللي مخلوط بالقرفة، هضيفه بالشكل ده وهنبتدي نخفق مرة تانية لغاية ما كله يبقى كريمي. وفي المرحلة دي هبتدي أضيف البيضة بتاعتي. اوكي، نخلطها كويس قوي مع الخليط، ما بنضربش زياده عن اللازم بس نخلطها. هضيف كميه من الفانيلا اكسترا او الفانيلا البيضاء عادي خالص اللي متوفر واللي بتحبه. اوكي، في المرحله دي هبتدي انزل الاطراف وخلاص، هستغنى عن المضرب الكهربائي. اوكي، خلاص كده دخلت كل حاجه، دخلت مع بعضها. هضيف نص كميه الاوتس اللي هو الشوفان بس، ونبدا نقلب بالشكل ده يخش كله مع بعضه بالكامل. هنبتدي نضيف الدقيق بالكامل اللي مخلوط عليه البيكنج باودر والملح بالطريقه دي. هبتدي اضيف الزبيب بالطريقه دي كده هو، وهضيف بقيه الشوفان، بس بنبدا بنص الشوفان بس الاول عشان ما يبقاش كتير على ايدينا واحنا بنحاول ندخلهم في بعض. وبعد كده بنستخدم السباتولا زي ما انتوا شايفين، ونبدا نخلط كله ببعضه بحيث الدقيق يختفي تماما من عندي. بالشكل ده كل حاجه تجانست واتظبطت بطريقه كويسه مع بعضها. اوكي، انا عندي هنا الصينيه بتاعتي وحطيت فيها ورق زبده زي ما انتوا شايفين. هجيب كميه من الخليط هحطها في ايس كريم سكوب بالشكل ده، بس عشان اضمن يبقوا متساويين، بس بساوي الاطراف بتاعتها ونبتدي نحطها على الكوكي شيت بتاعتنا بالشكل ده.
ونستمر لحد ما نخلص. ولو دي كبيره عليكم شويه ممكن تصغروها عن كده وتسيبوا طبعا مسافات كبيره ما بينهم. اوكي بالشكل ده مليت الفان بتاعتي بالكامل. تمام كل واحده هضغط عليها بس ضغط خفيف بالشكل ده، ضغط خفيف علشان هي هتفرش في الفرن، بس ضغطه بسيطه عشان ايه بس ما تبقاش عاليه قوي كده. كل ما تضغطوا عليها ازيد كل ما تبقى ارفع لما تتخبز. اوكي وسايبين ما بينهم مسافات كويسه تقريبا عقلتين صباع بالشكل ده. اوكي فاحنا ضغطين عليهم ضغطه محترمه خفيفه قوي، ندخلهم يتخبزوا على درجه حراره 180 زي ما اتفقنا، ونخليهم من 10 ل 15 دقيقه. وكل ما تحبوهم كريسبي اكتر كل ما تسيبوهم في الفرن اكتر. نرجع نخبزهم وارجع نشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. بالشكل ده خرجوا من الفرن، هسيبهم يهدوا شويه حوالي 5 دقايق قبل ما ننقلهم على رف سلك شبكي، عشان لو سيبناهم كده هيطروا من تحت ويعرقوا وده مش حاجه احنا عايزينها.